كان هذا القلق اللي زال من اللحظات الأولى وقت اللي تشعبطت فيني. كبر يعني، بس عيونه لساتها هي عيون أبي اللي بيشوفني فيها. أنا اللقاء عشت آلاف المرات بمخيلتي. هل ترى لح لاقي مروة اللي أنا مشتاق لها؟ مروة الطفلة اللي أنا تركتها بقيتها الحمد لله. هلا أنا عمري 28 سنة، بعد 12 سنة فراق هلا التقيت بوالدي. كنت معتقل أثناء انطلاق الثورة السورية. طبعاً الاعتقال كان سببه نشاطي السياسي المناهض للنظام. طبعاً ما طالت الفترة فترة ما بعد الاعتقال كثير، لصرت مطلوب مرة ثانية للنظام وصرت ملاحق من النظام، وحياتي كانت معرضة للخطر. كمان هذا زاد الأمر سوء بالنسبة لي، صار مصعب قدوما إلى سوريا. وكنت بظروف كتير سيئة بالمعتقل هذا اللي مكان الاحتجاز، لدرجة إنه كان عدد الشهداء تحت التعذيب يوميا اللي امام ناظرينا يعني وسطيا يتجاوز الثلاثه او الاربعه، ويصل عددنا تقريبا يعني ما يتراوح ما بين 17 و22 واحد بزنزانه لا تتعدى المترين طول. طبعا تتضمن الحمام، كرسي الحمام. انتشر الفيديو، ما يعني صراحة ما توقعت هالتفاعل من الناس غرب، بس كنت أغلب الرسائل اللي كانت توصلني إنه لناس لسه عايشين نفس الوجع اللي نحن عايشينه. أول يوم فقت مفزوعة إنه يكون هذا حلم، وإنه لا ما التقيت فيه. طلعت دغري على الصالون عشان أتأكد من وجوده، فتحت البرداية أتأكد وين أنا، وركضت حضنته إنه أخيرا هذا ما هو حلم. كانت صعبة جدا وبشعة جدا، ولكن كان دائما عندي أمل إنه يعني رح تنتهي ورح يرجع لعنا. هو كان دائما عنده أمل إنه لا، هذا الشعب رح يعمل تغيير، هذا البلد رح يتغير، رح يصير في عندك بلد لائق إنك تكبري وتعيشي فيه حبيتك. يعني هو انه مو شعار او انه حكي، كنت شوف قديش هو واثق، يعني بعيونه كنت شوف قديش هو واثق من هذا الشيء. اليوم بنزور ما تبقى من عمري لتعويضه عما عانيته بعيد عني.